السلام عليكم. دابا غادي نبداو الموسم الثاني من قصة السر، القصة اللي غادي تبدل لك حياتك. كاين سؤال واحد، واش انت مستعد انك تبدلها؟ غادي تلاحظ باللي الموسم الاول كان غير مقدمات وغير تمهيد لشنو هو السر، وتعرفنا على الشخصيات اللي كاينين. فهاد الموسم الثاني غادي يبانو شخصيات جداد، والرحلة ديالنا تقريبا يلاه غادي تنطلق. حل ما يدماغك مزيان ويلا نكملو. ديك الدار ما فرقتها غير بالزز، عطيت لخونا السوارد ديالو وكاع شكرا كان كيتسالو ليه، عطيتو ليه من دوك الفلوس اللي عندي وخليت ليه شي لعيبات حتى هما في الدار. قلت ليه ماشي مشكل، مبقاوش عندي بزاف ديال الفلوس، لكن فاش غادي نمشي تما ضروري نقلب على شي حاجه. وصرا حاولت نخدم السر في هاد البلان هذا باش نحاول نلقى شي حاجه رخيصه بزاف ولا اي بلان، المهم ما كنرسمش الطريق. كنفكر غير في النتيجه النهائيه اللي هي انني غادي نلقى شي حاجه اللي مزيانه ليا ومزيانه حتى لجيبي. تحركت نيشان للريستو حيت تما غادي نتلاقى مع جيرو باش نمشيو نطلعو لطنجه، حيت هو عندو البيرو ديالو تما. شديت الطاكسي ما وقفت تما لقيتو كيطلع ليا، كان جالس هو في طوموبيل جونيتي. حل لي الكوفر، ملي حل لي الكوفر مشيت حطيت فيه الباليزه ديالي ومشيت نيشان للباب القدامي، ركبت حداه. يلا غادي ندور ندير الصمته حتى كتبان لي حنان اللور. ويلي شنو هاد البلان هذا عاوتاني؟ درت بقيت كنشوف فيه ديك اللعبه ديال كيفاش هاد البلان هذا. قال لي راه حتى هي غادي تطلع لطنجه غتكمل الخدمه تما. درت الصمته ودرت ما بالي والو، وانا الصراحه ما عجبنيش هاد البلان هذا حيت انا هربت من هنايا على قبل ديك السلبيه اللي كاينه. مبغيتش نبقى نشوف الاشخاص متدمرين دايرين بيه، بغيت نتعرف على الناس جداد حيت المحيط كيلعب واحد الدور كبير بزاف. اللي كانوا ضاريين بك الناس السلبيين والناس اللي كيدويو غير في المشاكل، كيفاش كتوقع حياتك غادي تكون كامله مشاكل والحياه كتعيش غير مره واحده؟ والصراحه كنفضل نعيش مع ناس ايجابيين، واخا نبعد حتى على الناس اللي قراب ليا بزاف. الحياه قصيره بزاف على انك تكون فيها كاعي ويكون عندك فيها المشاكل. الحياه كتبغيك تعيشها كيف ما بغيتيها نتايا، حيت ديالك انت بوحدك، ما ديال حتى شي واحد اخر، ما تخلي حتى شي واحد اخر يخسرها عليك. المهم تحركنا وشدينا لطروت. جيرون كان مخدم القران، الطريق كانت طويلة ولكن مخدمين كليمة وما حاش بها، مع داك الكرسي ديال الكوير اللي كاين في الطوموبيل وديك الريحة الناعمة اللي كتخرج مع الكليم. واه سارح في الطبيعة. ومع القرآن خدام يتقال واحد الآية اللي فيقاتني ورونت لي دماغي، واللي هي وكان حق علينا نصر المؤمنين. وهيلي بزاف التساؤلات بداو كيطيحوا لي في راسي، شنو زعما اللي ما منصورش في الحياه ماشي مؤمن؟ شنو هو الايمان بعدا؟ واش الايمان بالله ولا الايمان بان الله غادي ينصرك؟ الصراحه كاين اختلاف كبير بيناتهم. وناخذ مثال من الواقع المغربي المعاش، بزاف ديال الناس كيعيشوا واحد الحياه معذبه وعندهم المشاكل بزاف، كل ما كيخرجوا من حفره كيطيحوا في وحده اخرى، المشاكل ما كيساليوش. بالمنظور المنطقي هادو ناس ماشي منصورين في حياتهم، اذا هما ماشي مؤمنين. ولكن اللي دويتي معاهم كيقولك اه الله كاين، هو مؤمن بان الله كاين. اذا هو ماشي مؤمن بان الله قادر ينصره. وانا سارح مع التفكير هذا جيرون وينطق ويقول له حنان واش تجلسينيش في ديك الدار اللي مخليه لك خالتك اللي شوفات الله يرحمها؟ قلت لي اه هي اللي عندي تما. قال لها خصك تشوفي تعاملي مع خالد، راه ما عنده فين يمشي، على الاقل الليله الاولى ولا يومين الاولى على ما يلقى شي بيت ولا شي حاجه. اختنا ما جاوباتش، ناري على شحن سيره هو اللي يكون زعما السر ما خدمش معايا هاد المره دي. ترجل معانا صاحبي. في الطريق وقفنا زوج ديال المرات، المرة الأولى وقفنا فاش وصلنا الرباط،
دخلنا لواحد ستاسيون، كل واحد خدا شي حاجه، غير شي حاجه صغيره فهمتي. خديت انا بعدا واحد لاسيري وواحد البيمو غير باش نقضي بهم. رجعنا شويه وعاودنا ركبنا وحنا نتحركوا عاوتاني، ودرنا الوقفه الثانيه كانت في العرائج. وقفنا قصينا تما والجيران وخلص علينا كلشي الله يخلف عليه. فاش سالينا مشيت انا باش نغسل يديه، وانا كنقرب للباب ديال البلاصه اللي كيغسلوا فيها يديهم كنسمع شي واحد داوي، ولكن هاد الهضره دي مكتبانش شي كونفرساسيون مع شي واحد اخر، يعني خونا داوي مع راسو. حتى وقفش الباب ديال ديك البلاصه وانا كنشوف فيه، خصوصا حنا كنا في واحد الريستوران هادي. خونا كان ضارب واحد الحطانقيه واقف كيشوف في المرايه وتيقول انت هو احسن واحد، انت هو السبانايا، وانت تايق في راسك بزاف واللي كيدوي معاك كينجذب ليك. وخونا كيبان ليا كيطلع النفس، وكنحس بيه كيحس بداكشي اللي كيقول، ماشي غير تيقولو وصافي، ولكن كيحس بيه في الاعماق ديالو. خونا ديك الساعه دار تما غيخرج هو يشوفني واقف عليه، خونا ديك الساعه دار تما غادي يخرج ولقاني واقف عليه. قال لي مش خاف ما والو، راه ماشي مسطانا ولا كنشير بالحجر. غير واخيرا واخيرا ومن بعد واحد الزمن طويل قبلات المديره ديالي تخرج معايا في موعد، وانا دابا في موقف اللي محتاج فيه الدعم، واحسن بلاصه نقدر ناخذ منها الدعم هي راسي انا نيت. خونا ضرب لي في كتفي وغمزني وهو يمشي. ويلي كيفاش هاد البلان هذا؟ غنبقى غير نركز مع هادشي غادي غير مرضني. مشيت بديت كنغسل في يديا، بديت كنمسح في يديا في واحد الفوطة كاينة تما، وفي نفس الوقت انا كنشوف في المرايا، وبديت كنتفكر خونا كيفاش كان كيدوي مع راسو. وانا بدا كنقول ويلي انا عمرني دويت مع راسي بهاد الطريقة هادي، عمرني قلت لراسي هضره زوينه، يمكن نكون مع الناس ونقول لهم هضره زوينه، نفرحهم نضحك معاهم نعاود لهم شي نكته. اما انا بيني وبين راسي الا لقيت غير نلوم وصافي، الا دار شي حاجه ما مزياناش كنلوم، اما عمرني قلت لراسي شي هضره زوينه. ديك الساعه بديت كنطبق في التمرين اللي كان كيدير خونا بالضبط، بديت كنقول انا هو اسبح واي واحد تيدوي معايا. تحس براسو من جهد بليه، وكنحاول نحس بها في الاعماق ديالي. في الاول كانت هاد القضيه دي صعيبه، صعيبه بزاف، ماشي صعيب عليا نقول ديك الهضره، ولكن اللي صعيب عليا هو انني نحس بها بصدق، نحس بها لداخل ديالي. حيت كيف ما كنت قريت في ديك الكتاب، ديك الاحساس كيتبنى مع الوقت، يعني ما يمكنش تطلع ديك الاحساس من النهار الاول، ولكن مع ذلك حسيت بالتاثير ديالها واحد شويه. حسيت براسي خارج من ديك البلاصه اللي كيغسلوا فيها يديهم، وانا تايق في راسي وهز راسي وكنشوف قدامي نيجا. حتى المشي ديالي يمكن تبدلات وليت متازم، وهذه هي اهم حاجه. قبل ما نركبوا في الطوموبيل حليت الجيرون والمالا وحليت ديك الباليزه ديالي، جبت منا الكتاب السر، طلعت لقدامها وتاني وريحت. جا هو ديمارا وتحركنا، جبت انا الكتاب وبديت كنقرا فيه، كنكمل القرايه ديالو. بعد مرات شي صفحات كنبقى نعاود فيهم وكنبقى نعاود نقرا فيهم هادشي العيبات. فاش كتقراهم في الاول ما كتفهمهمش مزيان، ولكن ملي كتعاود تقراهم المره الثانيه والثالثه والرابعه عاد كيبدا يبان لك شنو كتعني بالضبط. الجارون شاف فيا كنقرا فيه، طار عندي هو يدور سد الكتاب هو يشوف الكوفرتير ديالو، قال لي شفتي سميتو شنايا؟ قلت ليه. قال لي اذا خصو يبقى سر. بقيت كنشوف فيه، قلت ليه واش عندك نفس التفكير ديال الفراعنه ولا انت واحد منهم؟ خونا شوف اللي دار فيها ما عجبتنيش ولكن بطبيعه الحال ما غنبينش الضعف ديالي قدامه. قلت ليه شنو هو السبب اللي كيخلي بنادم ما يقولش هادشي؟ قال لي واش كتخيل حنا ما باغينش الناس يكونوا مزيانين في حياتهم ويديروا شي حاجه؟ بالعكس هاد الشيء في الصالح ديال كلشي، في الصالح العام، ولكن ما كنقولوش للناس حيت مازال ما واصلينش للوعي المناسب اللي غادي يخليهم يفهموا هاد الشيء.
ويقول لك باللي حقيقي. فاش خرجت الكتاب الأول مرة دار مشكلة كبيرة، والناس كاملين ولاو رادين البال الأفكار السلبية ديالهم، وحياتهم زادت تكفسات حيت الأفكار السلبية ديالهم مازال مسيطرة عليهم. لذلك القراية ديال الكتاب ماشي هي أول حاجة خصي يديرها بنادم، ولا معرفة السر ماشي هي أول حاجة خصي يديرها بنادم. يلا قلت لي وشنا هي أول حاجة خصي يديرها بنادم، حتى كنسمعو حنان قد شخور ويقول لي شفتي يمكن غير انت اللي مبرصت راسك بهادشي هذا وباغي تعرف، ولا ما عرفتش شنو باغي دير. الناس الاخرين عايشين مرتاحين وبيس، ما عارفين والو ترونكيل. ايا ما كتشوفش فيها واش اللي كيشخر من عاش مرتاح، طبيعة الحال غارق في الناس. قال لي دابا دخلنا لك بالله، من اللي بديتي كتعرف هادشي هذا واش بقيتي كتنعس مزيان كتغرق في الناس؟ قلت لي الصراحه لا. قال لي شفتي دماغك غادي يبقى خدام، غاديش قديمة تحاول تقد في الأفكار ديالك وتولي ديما مضارب معه، وهادشي كيطلب منك انرجي كبيرة. خونا كيبان ليا غارق في الدومين هذا، واخا داك المرة قال ليا هادشي هذا ما متعرفش عليه مزيان وما غرقتش فيه وهايلي. وانا دابا شنو غنقول؟ اللي يلا عارف شي معلومات قلال عليه، والناس اللي غارقين فيه مزيان، الناس اللي غارقين فيه مزيان زقزقة كيفاش نقدر نتلاقى بهم؟ ديك ساعه وانا نتفكر الهضره ديالي مع امين اللي كان قال لي بلي مدرسو مشى دار شي رحله لمصر، البلاصه ديال الاهرامات واللعيبات، لو غير مشيت تما نقدر نتلاقى مع الناس اللي واصلين في هذا المجال هذا وفاهمينه مزيان. ولكن واش اللي غيكون فاهم هادشي مزيان غنلقاه في مصر اصلا؟ ما كنظنش. واخيرا وصلنا لطنجة، خونا دانا نيشان للريستو باش نشوفوها ونولفوها الجو ديالها، حيت الغد لي غادي نبداو. ديك الساعة كانت شي الخمسة ديال العشية تقريبا. المهم دخلنا وكانت الريستو كبيرة، وجات فواحد البلاصة كيف ما قال سلمان الله يرحمه، بلاصة واعرة بزاف وحشة ليك اليوم اللي كاينين، كيبانو الناس في المستوى. خرجنا من تما وقال لنا جارو نشوفو دابا شنو غادي ديرو، هي راه غادي تمشي للدار، شوف انت معاها بغات تخليك تبات عندها شي ليله لما تقلب. غدا الخدمه راكم عارفينها معاش كتبدا 11، خصكم تكونوا هنايا ديجا. المهم حاولوا تخرجوا مع ديك 10:30 تقريبا، كل ما كنتو هنايا بكري كل ما مزيان، كنبغيو نحلو بكري. قلنا ليه صافي مشاو. باش انا واقف مع حنان كنشوف فيها وكتشوف فيها، داك اللعيبة ديال ما عارفين شنو غادي يطرا دابا. طبيعة الحال خوكم بغا يدير فيها عندو النفس. هزيت البريسي ديالي قلت نشوفك غدا في الخدمة، تميت غادي ومتقل المشية، وفي الأعماق ديالي كاين واحد الصوت كيغوت كيقول يا ربي تعيط ليه دابا، يا ربي تعيط ليه دابا، نبات عندها غير هاد الليلة هادي. واه كنتسنى فيها وغادي متقل، ودنيا وعقلي كان مركز معاه لدرجة الأصوات الآخرين ما بقيتش كنسمعه، وكنت كنراقب غير هي واش تحركات ولا دارت شي خطوة ولا مازال. حتى شوية عيط ليا قلت لي خالد درت عندها، وأنا غادي نطير بالفرح. ولكن من برا ما مبينش، مبين راسي عادي. قلت نعم، قلت لي واش عندك فين تباش هاد الليلة؟ قلت لها لا ولكن غادي نقلب ما تخافيش. قلت لي زيد 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 اصاحبي. قلت لا لا ما بغيتش نديرونجي كدا، خوكم كيدير معاه الصواب. بقات كتلح عليا ضروري نمشي، هاديك تحركت معاه، حطينا الحوايج ديالنا في ديك الدار، كانوا فيها جوج ديال البيوتة، حطيت انا البريزة ديالي في واحد البيت. من بعد هبطنا باش نجيبو شي لعيبات غير باش نقصيو ونقضيو ديك الليلة. خرجنا لواحد البيم كاينة تما، قدينا مننا شي لعيبات وختنا خلصات كل شيء، بغيت نتلقى عليها حتى انايا. قلت لها لاباس عليك؟ قلت لها الفلوس هادو 6 سنين وانا كنجمعهم مع سلمان الله يرحمه، وكنا كنآملو اننا غادي نمشيو تما، وكان عندنا بزاف ديال الاحلام. المهم تمينا خارجين من بيم، قلت لها كيف ما قلت لك حاولي ما تتعلقي بتا شي واحد، غادي يجي شي واحد اللي غادي تعيشي مع هادوك الاحلام، وربما
غدوز واحد الفتره اللي احسن بزاف من داكشي اللي كنتي غادي دوزيه مع سلمان. بقات ساكته. وصلنا للدار، طلعنا مشينا للبيت ديالي نيشان هزيت التليفون، حيت كنت حطيت وناني حيت خطنا طرق الليم الواي فات العماره، وكنت بديت كنتيليشارجي شي كتوبه، لقيتو مازال يلاه كيتيليشارجي. حنان عيطات ليه، قلت ليه خالد اجي تعاوني. مشيت عند الكوزينه قلت ليه شنو غنديرو اليوم، قلت ليه داكشي اللي جبناه غادي نديرو. خطنا بنت ليه طلعت جبدات واحد الطاجين، قلت لها ملي جبتي هذا غادوز ريح لك فهاد الكرسي هذا وخليني مني ليه. خطنا بداش كضحك، قلت لها كنعرف ليه مزيان، قلت لها حنا غادي نشوفوك. حطات لي الطاجين وخوكم احتيره في فيه، بديت كنصوب فيه وكنتفكر دوك الايام اللي كنت كندوزهم مع الوالد والوالده واخوتي، وكنت انا في غالب الاحيان الا ما قلناش ديما كنصوب لهم الطاجين، وكان الوالد ديما كيطلع عليا تيقول لي خصك غير شي راجل وتزوج. ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي كندمع وكنبكي. حنان جات حدايا وسولاتني قلت لي مالك، بديت كنعاود لها على هاد البلان هذا. خطني تعنقني قلت لي الا ما واسينا راسنا حتى واحد ما غادي يواسينا. خطنا باقا معنقاني ويلا تاني غادي الشطولات. ديك الساعه طلقت من النوع ورجعت نركز في الطاجين، حيت انت مع دريه في الدار بوحدكم الشيطان غادي يبدا يدوخ معاك وبلا ما تقول لي غادي تحكم في راسك. سول المجرب ما تسول الطبيب. بديت كنكمل في ديك الطاجين وختنا كتعاود لي على شي احداث وشي مغامرات دوزات مع سلمان. عودت لي كيفاش تلاقات معاه، خوتنا كانوا كيقراو في نفس المدرسه في الباك، وكانوا داروا بجوجهم من نفس السونتر ديال الفندق، واول خدمه خدموا فيها هي في الريستو هادي، حيت كانت لها شي كونكور وكانوا خوتنا ناضين ومتعلمين مزيان. حيت كيف ما قلت لكم ختنا راه احتيراها فيها في الستيك، والعلاقة ديالهم بقاش مكملة من الباك. صراحة صعيب تفرق شي واحد دوز سمعة واحد المدة طويلة، واخا يكون العدو ديالك ويكون ساكن معاك في نفس الدار، فاش غادي يموت ولا توقع عليه شي حاجة غتحس براسك متأسف ليه. المهم خوكم كيتقن في الكلام، يعني فاش شي واحد كيبدا يعاود ليا كنسكت وكنبقى نتسنى طلع، كنخليه يخوي قلبو مزيان. حيت بزاف ديال الناس كيديروا هاد الغلط هذا، كيكونوا كيدويو مع شي واحد اخر ولا شي واحد اخر كيعاود ليهم وهما كيبداو يقاطعوا فيه وكيبداو يدويو على راسهم. لا، خلي داك الانسان ديما يدوي ويعبر على راسو حتى يبان لك سالا، عاد ديك الساعه تقدر تدخل راسك. ختنا ملي شافني كنسمع لها ارتحت ليا وبقات كتعاود ليا، حتى شويه حسيت بها بدات كتدخل معايا في الامر، وعاودت لي على المرات اللي كانوا كيمارسوا فيها الجنس، وعاودت ليا على انها حملات جوج ديال المرات وطيحات الجنين جوج ديال المرات. حاولت ما ندير حتى شي رياكسيون خايبه ولا نحكم عليها ولا نقول لها شي حاجه مشيت ليه، باش ما ديرش شي ليميت بيني وبينها وتقول لي مجري عليا في الليله هذا. نبات غير هاد الليله هادي بعدا الغد ليه واحد الله. طبيعه الحال اختنا بدات كتبكى داك الساعه، وانا ضروري خصني نلعب الدور ديال الطبيب النفسي وبلا ما تقول لي انت عمرك ما درتيها، كتبغي ديما تبقى تواسي في البنت واش بقات تنصح فيها تمالك انت وبا. انا ما كنديرش هاد اللعيبه هادي، ولكن ملي دابا دعات الضروره نولي ما حتى محامي ماشي غير طبيب نفسي. بديت كنقول لها هاد الاخطاء هادو بزاف ديال الناس كيوقعوا فيهم، وانا براسي طحت في اخطاء اكبر من هادو، ولكن من بعد كيدوزو وكنعتبرهم تجارب في الحياة. حتى شي انسان على وجه هاد الارض هادي ما عايش حياته بلا مشاكل بلا حتى شي حاجة، ضروري مرة مرة الاخطاء والمشاكل. اهم حاجة هي انك تبقى غادي في الحياة وماشي تسد عليك وتولي مديبريمي وشدك شي اكتئاب. قلت لها ولا ذكرت الاكتئاب هذا، ها اجي نوريك. ديك الساعة دخلت الفيسبوك وجبت لها واحد الفيديو ديال واحد البيسين فاس وكيدخلوا ليه بخمسة درهم ولا ما عرفت شحال، خونا طالق عليهم الشعبي.
كنقول لك ماشي بنادم في البيسين، بيسين اللي في بنادم، بزاف ديال بنادم، كيبان لك غير البشري وشويه ديال المزرق ديال البيسين. وكنقول لك كيبداو يبانوا المواهب ديال الشطيح. ديك الفيديو كنت تفرج فيه وكيهرب ليا بالضحك، حتى هي ماتت بالضحك. المهم نط كمل الطاجين وكنطلع عليه مره مره، وجلس انا وياه وكنعاود لها شويه. حسيت بختنا زادت نغزه، حيت كل مره كل شويه كتبقى تزيد معايا، تقد تدخل معايا. هي تقول لي انت عمرك ما درتي شي علاقه؟ قلت لها انا علاقه في العلاقات كاين بزاف. ختنا بدات كتضحك، قلت لها كاملي. قلت لها واه الصراحه في واحد الفتره من حياتي كنت مرونها، ومن بعد حاولت نركز على راسي. قلت لي واد من بعد امتى جات وعلى جات؟ قلت لها الصراحه من بعد يلا جات دابا بواحد شهرين ولا 3 شهور من بعد ما ماتوا لي والدي، وبداو كيطراو لي احداث خايبين في حياتي. كل مره مشكله كنطيح في حفره تنوض منها تنعاود نطيح في وحده اخرى. تما عرفت بلي شي حاجه كنديرها ماشي تلي. حاولت نوقف كل شيء وداك الشيء اللي كان. ختني تسولني قلت لي وحياتك تحسنات؟ قلت لها الصراحه واحد شويه صافي، ماشي بديك الدرجه اللي كنت باغي. قلت لي ودابا؟ قلت لها دابا بخير. قلت لها كنت كنتسنى تجي شي حاجه من برا اللي تبدلني، مثلا يوليو عندي فلوس ولا نبدل هاد البلاد هادي نخرج منها، ولا نتلاقى مع فتاة الأحلام ديالي. ولكن هادشي كامل كانوا غير قناعات خاوية، وكانوا غير أكاذيب ديال الدماغ باش كنصبر راسي. أما دابا وليت فرحان وفي قمة المتعة، واخا كطراو ليا بزاف ديال الحوايج خايبين، واخا كون خليتيني قبيلة نمشي نبات في الزنقة حيت طبيعة الحال ما كنتش غادي نلقى، وما جيبش معايا فلوس حيت ما عنديش أصلا، كنت غادي نبات في الزنقة وأنا فرحان. قلت لي ويلي علمني كيفاش. قلت لها لا بغيتي نعلمك هذا راه سر، ولكن باش تعلمي خصك ضروري تخلصي المقابل. ختنا دارت هنايا واحد الحركه ما عجبتنيش، بحال حاولت تبرز لي الانوثه ديالها وقالت لي شنو هو المقابل. انا ريحت ورجعت للور قلت خالد عن الشيطان اصاحبي. الشيطان هنا بدا كيدوخ معايا، بدا يقول لي سكيت لك كل شيء مسخوط الوالدين ولكن ما غتقدي والو. كان كيحاول يتحداني ولكن والو، خوك عصبه. وليت فاهم هاد المنطقه هذا كامل مزيان، كيفاش غادي خدام، كيفاش تقاوم اي حاجه ماشي في الصالح ديالك، حيت اي بلان غادي ديرو ماشي تلي غادي ياثر على الجذب. الجذب ديال شي حوايج باغيهم غادي يتعطل ولا غادي تطرا فيه شي مشكله. بصراحه الجذب ديال داكشي اللي حاطه في راسي اهم ليا بزاف من المتعه اللحظيه. وانا سارح في التفكير ختني تقول لي وقول لي، انا طاحت عليا واحد الفكره جهنميه. قلت لها الثمن غادي يكون غالي بزاف وانا متاكد ما تقدريش تخلصي، ولكن الا خلصتيه ثق بيا غادي تكوني بحال شريتي واحد الحياه جديده، حياه مليئه بالاثاره. واش هاد اللعيبه ماشي مثيره للاهتمام انك تشري الحياه ديال شي واحد اخر واش بديتي تعيشي فيها؟ في كل نهار غادي تفيقي وانت كتسني التحديات اللي غادي تواجههم، وشنو غادي يطرا؟ وغيبقى عنصر التشويق والاثاره ديما كاين في حياتك، وهذا بوحدو غادي يخليك ديما فرحانه. قالت لي بصح حياتي ما عندهاش الثمن، ولكن كيفاش غادي تعلمني انت؟ قلت لها غندير معاك بلاغ مزيان، غادي نكري عندك بيت هنايا، غادي نبقى نخلصك في الشهر. طبيعة الحال ما تورّكيش عليا في الثمن وتقولي لي شي ثمن خيالي. منها غادي نبقى ساكن هنايا وغادي ندبر على البلاصه اللي نجلس فيها، ومنها غادي تعلمي مني بزاف ديال الحوايج. القرار كيبقى القرار ديالك. رجعت للور وحطيت ضهري على الكرسي وقلت لها عندك 30 ثانيه باش تفكري. لا غادي نعطيك دقيقه يلا، ولا عرفتي شنو ديري؟ غنتسنى حتى نحط الطاجين يكون طاب وديك الساعه قولي لي القرار ديالك. خنا رجعت وتكات على الكرسي تاعي، نضت انايا كنطل من الشرجم واقف حدا ديك الطاجين.
جبت اليوتيوب وبديت كنتفرج في شي فيديوهات وكندوز الوقت. حسيت بالطاجين طاب وما بقينا قلنا انا وحنان حتى شي كلمه. هزيت الطاجين قديت ليه بلاصه ديالو وديته للسجور حطيته. جلسات هي مقابله معايا قلت لها قبل ما نحل الطاجين غادي تقولي لي القرار ديالك، بقيت كتشوف فيه وكتشوف لي في عينيه اللي تقولي لي قابله. ديك السامعه وتشمال الهضره حليت الطاجين وبدينا في الماكله.